الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أعزائي الطلاب، مستمعي الكرام، الآن مع الدرس الأخير من دروس أسس الفكر المادي ومناقشتها، حيث إننا الآن نستطيع أن نختم هذه الوحدة المتعلقة بالأسس الفكر المادي، أن نأتي على آخر اثنتين من تلك الأسس، إنها الأساس التاسع الذي يزعم أربابه في هذا العنصر من عناصر الدرس، يزعمون أن المادية مذهب علمي. كما نستطيع في هذا العنصر الثاني من عناصر الدرس الأخير أن نقف على الأساس العاشر الذي يزعم فيه الماديون أن الإنسان سيد نفسه ومالك مصيره، وهو وحده المسؤول عن أن يشرع لنفسه. كيف نناقش هاتين النقطتين؟ نعم، نستطيع وببساطة شديدة أن ندحرها وأن نهدمها. أما عن الأساس التاسع فإننا نستطيع أن نهدمه بأمرين. الأمر الأول، نقول لهم إن ادعاءكم بأن المادية مذهب علمي يبطله طلبنا منكم. هاتوا دليلا، آتونا بدليل من الواقع يسند حجتكم أو يسند دعواكم ويشهد لصوابها. لقد عجز الماديون أنفسهم عن إقامته، فكيف تزعمون أن المادية مذهب علمي؟ شهد أرباب الفكر العلمي أو أرباب العلم الفكر المذهب العلمي المادي في أوروبا، شهدوا بأن المادة ليست ثابتة وليست تملك أو تخلق شيئا، فكيف تزعمون أنها مذهب علمي؟ كذلك نستطيع هدمها بهذه النقطة، إن العلم التجريبي الذي كان يتخذه الماديون تكأة لإثبات نظريتهم هذه أصبح اليوم كاشفا لزيوفهم وهادما لنظرياتهم، ومؤكدا على أن المادية تعتمد على الظنون والأوهام لا على الحقائق الثابتة. لقد تغنى أربابها، وتغنيهم بها لا يغني من العلم والحق شيئا. ومن هنا نستطيع أن نقول إن هذه النظرية نظرية باطلة بأقوال الماديين أنفسهم. كذلك الأساس العاشر والأخير، وهو العنصر الثاني من عناصر الدرس الأخير، ادعاؤهم بأن الإنسان سيد نفسه ومالك ضميره، وهو وحده المسؤول عن أن يشرع لنفسه في كل شؤون حياته. عزيزي المستمع، عزيزي الطالب، لعلك تتفق معي على أن هذا الأساس هو هدف من أهم أهداف الفكر المادي، حيث يريدون أن ينسبوا للإنسان قدرة خلاقة على إيجاد الأشياء الكونية، وهذا ما لم يقل به عاقل سوى أولئك الماديون. لذلك نستطيع هدم هذه الدعوة من وجهين. الوجه الأول، نقول لو كان الإنسان سيد نفسه كما تزعمون لاختار لنفسه أن تأتي أو أن يأتي إلى هذا الكون بالطريقة التي يحبها ويهواها، ولاختار لها أي لنفسه أيضا الظروف الاقتصادية والمناخية التي يشتهيها. ومن منا لم يشاهد أمام عينيه صورة إنسان بائس متعب مثخن بالهموم والأوزار أو الهموم والآلام؟ إذ لو كان الإنسان مالكا لكل مكونات حياته ويستطيع أن يفعل الأشياء بقدرته لاختار لنفسه حياة كريمة، والواقع عكس ذلك تماما. الوجه الثاني مما ندحض به هذا الأساس، نقول هذه الدعوة مبنية على أن لا إله موجود، وقد تأكد لدينا بأدلة قاطعة عقلية ونقلية على وجود الإله، وهو الله الواحد القهار. فبطل ما أدى إليه وهو استغناء الإنسان عن تشريع الله. إن الإنسان في حاجة إلى تشريع الله، وهو في حاجة ماسة إلى وجود الله. لقد جربت البشرية اعتمادها على نفسها
وعلى أفكارها في التشريع وفي القوانين وفي الأوضاع وفي الدساتير لحياتها، فماذا كانت النتائج؟ كان الشقاء وكان الأسى وكانت الهموم والأحزان وكانت إراقة الدماء وكانت الفرقة وكان الشتات، نتيجة اختيار الإنسان لمصيره بنفسه كما تزعمون. إذ حينما يقف الإنسان متجها إلى ربه فإن السعادة والأمان سيجده بين عينيه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الإنسان حينما يدحض نفسه ويقبح أمام هوائه هو يضيع ضياعا. ومن هنا وجب أن نعود إلى الله. عزيزي الطالب، أعزائي المستمعين، بذلك نكون قد أنهينا الحديث عن الأسس المادية ومناقشتها وهدمها تماما. ألا فلننطلق إلى نقطة أخرى من نقاط هذا الدرس التي ستحملها الشرائح التالية.